السادة المشاهدين، سأبيكم في عدد جديد من ليكيب كان، مجلتكم اليومية استنزتوا بها أكيد كل يوم طيلة كان مصر 2019. نحكيه على كل ما يهمه يتعلق بكأس أفريقيا للأمم. اليوم حصة لافي متاع مقابلة تونس مدغشقر، غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل، من أجل ترشح تاريخ المنتخب الوطني التونسي نصف نهائي كأس أفريقيا. ترشح نصف نهائي غاب علينا منذ سنة 2004. عديد المواضيع حضرناهمكم كالعادة اليوم في الحصة متاعنا مع ضيوفنا اللي استأنستوا بهم. خالد المولي، هلا بيك. هلا إسلام، مرحبا بيك بالسادة الحضور السادة المشاهدين. وائل الهيشري، غبت علينا البارح، خالد بلاستيك. بور دي ريزون فاميليال، مرحبا بالمشاهدين وبالماتر وبسعد الباقي. سعد الباقي، شنو حوالك؟ الحمد لله صباح. أهلا وسهلا بيك وبكل المشاهدين. يرجع معنا اليوم الماتر في طريق العنايه، شنو حوالك ماتر؟ مرحبا يا إسلام، الحمد لله، مرحبا بالبلاد الكل والناس الكل يتفرجوا فينا توا. دونك كما كنت نحكي على المواضيع اليوم في الحصه نتاعنا قبل مقابله يوم واحد او اقل حتى من 24 ساعه من مقابله تونس ومدغشقر، ان شاء الله باش نحكيو في هذا الكل، لكن بعد الفصل.